إلى تذكير بأبرز وأهم العناوين. محافظ صلاح الدين يستعجل تأهيل مجمع القادسية السكني في تكريت مع استعدادات استقبال ضيوف العراق وحملة كبرى لتشجير المناطق. رفض رسمي عراقي إيراني لتغيير قواعد الاشتباك بالمنطقة، وعراقجي يؤكد من بغداد الإبقاء على أبواب حوار مفتوحة مع الجميع. مراقبون يؤشرون خلافا بين الفصائل العراقية على طبيعة التعامل مع حكومة السودان وحرب لبنان، ورويترز تحذر من تراجع تصدير النفط. قراءات أمريكية جديدة لخطر داعش تؤجل توقيتات سحب القوات من العراق إلى إشعار آخر، وبغداد تخنقها أعلى مستويات التلوث. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.